الآن مع كلمة من سمحت يا جماعة الصوت الأمين العام للنادي النجوم الثقافي وعضو مجلس إدارة جمعية القراء النوبي وعضو جمعية أرمنا النوبي الأستاذ محمد طه. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذنا الدكتور حسام عطل توف بنا خلال الرواية النوبية، كما تحدث هو عن النوبة نحن نتحدث عن الأستاذ المفكر الكبير أستاذ الأدب المقارن والبلاغة بكلية التربية جامعة عين شمس. نشأ الدكتور حسام في بلدة طنطا في بداياته، ثم جاء إلى القاهرة والتحق بكلية دار العلوم وتخرج في كلية دار العلوم، ثم حصل على درجة الماجستير عن البناء الطبقي للشعب العربي، ثم رسالته للدكتوراه عن السرد الأدبي أو السيرة الذاتية للأدب العربي. الأستاذ حسام مفكر وعالم وناقد معروف في الأوساط الأدبية. الدكتور حسام حدثنا عن أدباء النوبة، بدأنا به إدريس علي. إدريس كان جيدا في سرده بدليل حصوله على جائزة الدولة التشريعية، كتب القلة وكتب النوبي وكتب انفجار جمجمة وكتب كذلك وكتب الزعيم يعني، لكنه كان له آراء مخيفة وجريئة يعني، ما بيتعرض جمجمة لشخصيات كانت موجودة في قريته قرشة، فجاء عمل مشكلة مع اثنين حليمة وعوض شلال وصفهم بأوصاف رديئة، فقامت القيامة في القرية وأباحوا قتله. أباحوا إيه؟ قتله. لما عمل انفجار الزعيم يحلق شعره كان في لبنان، من الزعيم هذا اللي كان بيسوده؟ معمر القذافي. تحدث بعد ذلك أستاذنا الدكتور عن بداية الأدب النوبي. بداية الأدب النوبي كما قال مع سنة 48 الشاعر النائب محمد عبد الرحيم إدريس. في الستينات كتب في ظلال النخيل وأنا النوبي من جوانحي حب الحمى ورجائي المتجدد، حملت ثقل السد فوق كواهلي فحملته فرحا ولم أتردد، بالذكرى العزيزة بالثرى الغالي بنخلي بالشطوط بمعبدي. هكذا كان في بداية إبراهيم إدريس كما قال الأستاذ الدكتور. بدأ الأدب النوبي فعلا بالرواية الرائعة محمد خليل قاسم الشمدورة، والشمدورة تعد أول رواية أدبية في الأدب مش النوبي، الأدب العربي، لأن يحيى مختار قال لا يوجد ما يسمى بالأدب النوبي، لأن الأدب يكتب باللغة العربية فهو أدب وقصة عربية ولكنها تتحدث عن الموضوعات النوبية. كذلك عندنا طبعا حجاج الدول من أكثر من وأخزر من أصدروا كتب. حجاج كان ناقدا وكان كتب قصة طويلة وكتب قصة قصيرة وكتب مسرحية ناس النهر وحصل على جائزة الدولة التشريعية في يعني كانت رواية ليالي المسك العتيقة، ليالي المسك العتيقة، وبل كان سياسيا بل سافر إلى جنيف في مؤتمر الأقليات ودافع عن القضية النوبية في جنيف، وعاد بعد ذلك واختير ضمن لجنة الـ50 في الدستور، وأكثر واحد هجم يمكن حجاج الدول هدمه النقاد واعتبروه طبعا انفصالي، اعتبروه ايه؟ حرب. لكنه دايما يقول النوبه
الإمام حجاج. حجاج كان يقول النوبة حرف الواو من بين مصر والسودان، وأسعد أنني أنتمي لسكان ليبيتي، ولكنني أتألم كثيرا لمأساة نوبتي، ولن أطيل عليكم لأن هناك كلمات كثيرة. وشكرا والسلام عليكم.